منطقة أوليك كل المواطنين في المنطقة دي تعثروا في بنات يعني مليئة جدا لا مسيلة وعدد كبير جدا من مناطق شمال بحر غزال تعثروا في كل المدافعات والناس هسه بيقولوا كلهم ساكنين في على الطريق على جانب الطريق كل البيوت في المناطق دي ما شايفين مغرب جاي كل الاحياء يعني دمرت مواطنين اطفال صغار جدا جدا تعبانين والناس كبار الاجهزه الوضع مأساوي للغايه نحن كالعاده بنرفع النداء لكل المنظمات العالميه المقيمين في المهجر انه لازم يرعوا الظروف بتاعت اهاله الوضع اللي اهلنا فيه الان يعني تفوق امكانيات بتاع الحكومه الولايه ونحن كذلك بندعو الاخوه في وزاره الشؤون الانسانيه معالي الوزير والمفوضيه بتاعت العون الانساني في جنوب السودان انه نحن حاولنا عشان انهم قص ما يمكن انقاذه لكن الوضع المياه بقى متزايد يوميا قطع طرق ونحن الان شغالين في طرق وكيفيه نحن نقدر نحصل الانقطاع الجاي تحصل بين اويل الشرقيه واويل الشماليه الطريق الرابع نحن الان شغالين فيها وبالتالي انا بدعو كل الناس كل خيرين اساسينه يحاولوا يقدموا الدعم اللازم الناس يعني محتاجين للادويه ومحتاجين للمشمعات محتاجين للنماميس محتاجين للأكل رغم انه فعلا يعني الولايه كان بذل جهد بتاعه بس عايزين يكون في اكل يوفر للناس والناس شمال بحر الرجال كان زرعوا بطريقه يعني مبالغ كان زراعه بتاعهم زراعه يعني جميل جدا مباشر الا انه الكوارث الطبيعيه الغير متوقعه حدث الاساس تجيبه مع الاهل مع الاطفال المدارس الان في مناطق كثيره جدا جدا انقفلت لسبب كانت الفيضانات يعني دخل في المزارع انتهى منه انتهى من اماكن كثيره جدا جدا بيوت خلاص انتهت هنا بنرجو كل الخيرين كل المنظمات يسرعوا ويستعجلوا عشان ينقذوا الوضع المأساوي الموجود في ولايه الشمال الله يجور اكثر من سنه وفات سنه وفات ولا انجليزي انا يغفين ماكو علينا Ma chiamo, 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 ma chiamo